حارب داعش في كوباني وأسرت على يد المعارضة، فالتقط مسلحون السلفي لها وهي جريحة ونقلت إلى تركيا لتحاكم. تشيجاك كوباني الأسيرة السورية التي حاكمتها تركيا تعمل في الفريق الطبي بوحدات حماية المرأة المنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، تنحدر من مدينة كوباني من مواليد عام 1997. ما قصتها؟ انتشر فيديو مسجل لكوباني على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أسيرة بعد أن أصيبت في ساقها في 11 من أكتوبر عام 2019 على يد مجموعة من المعارضة المسلحة التابعة لتركيا إبان الهجوم التركي على تل أبيض في العام نفسه. ردد هؤلاء عبارته عالذبح عالذبح في مشهد هز المشاعر العامة. رجافة عالذبح عالذبح. أثار الفيديو غضب نشطاء اتهموا تركيا بارتكاب جرائم حرب، فاضطر بعدها القيادي في فيلق المجد ياسر عبد الرحيم للاعتذار عن ذلك التصرف. من أسر كوباني؟ يظهر في الشريط المسجل فيلق المجد وهو أحد الفصائل التي تحالفت مع جبهة النصرة، الأشخاص الذين أسروا المقاتلة الكردية هم ياسر عبد الرحيم قيادي في فيلق المجد، وقد مدحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان يتباهى بلقطة سيلفي. محمد الديري وهو أيضا قيادي في اللواء 51 التابع للفيلق، وجميل أحمد المنحدر من منطقة قبطان الجبل وترعرع في قرية باصوطة بعفرين، يجيد الكردية وله صلات مع جبهة النصرة بحسب سكان القرية. فجميع من ظهروا في الشريط المسجل هم من قياديي فيلق المجد. فكيف يكون العناصر؟ قدم عبد الرحيم اعتذارا على نشر تلك الصورة واعتبر أنها لا تقصد إهانة الأسيرة، وتساءل نشطاء ماذا عن الانتهاكات التي لم تصور، معتبرين أن هذه الأعمال تندرج ضمن جرائم الحرب. المقاتلة السورية في تركيا. نقلت تشيجاك كوباني إلى تركيا وقدمت للمحكمة لأول مرة بتاريخ 2 يونيو/حزيران العام الفائت، وبالرغم من أنها سورية لا يحق لتركيا محاكمتها. تقول المحامية تيمو هادايت إنميك المكلفة بالمرافعة عن كوباني إن القاضي بدا حائرا في تفاصيل القضية التي بين يديه، فلا سند قانوني لاحتجاز هذه الفتاة، وتضيف أن احتجاز موكلتها غير عادل وغير قانوني وأن لائحة الاتهام ناقصة، فهي مواطنة سورية ولدت في مدينة سورية، وأن المحكمة تخالف القانون التركي بالمضي في المحاكمة وترتكب ظلما بحق فتاة تعرضت للخطف من قبل عصابة أخذوها كرهينة وعذبوها وهددوا بذبحها. ولكن بالرغم من هذا كله أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن مدى الحياة على الأسيرة الكردية السورية مخالفة القوانين والأعراف الدولية في اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 التي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص من أراضيهم إلى أراضي دولة أخرى أيا كانت دواعيه. وقد تجاوز عدد السوريين الذين نقلوا لتركيا لمحاكمتهم ضمن أراضيها 140 سوريا